الحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. في صلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اسمها صلاة الاستغاثة، وصيغتها الصلاة والسلام عدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أغثني سريعا بعزة الله. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، وهذه صلاة الاستغاثة أكثر منها وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها. صلوا عليه وسلموا تسليما. قناة أهل الدار، قناة